السلام عليكم شوكو شباب، ان شاء الله بخيركم. علي بطل من قد رجعنا لكم في حلقه جديده. طبعا جاكم الحلقه الثالثه واسف على التاخير، لكن مثل ما تدرون انه اللعبه كلش صعبه، ده العبها بالجو الحار لازم اطفي البنكه والبابا سد من الضوء عامل لي خرب الكرومه. المهم اخر شيء التحديثات اللي وصلناها اخر الحلقه الثانيه، طبينا بالمعبد مال هايديز وشفنا اخته، بعدين قالت لنا شلون لازم نساعد اخوها، وفعلنا ثلاث اشعاعات مال الحصونه مال الليزريه ما ادري شنو الناريه اللي جت على هذا المكان وشعلته بالنار. هسه لازم نفعله. طبعا المهمه مالتنا الرئيسيه انه ننقذ آله الشمس اللي هو هايديس، اللي انخطفها التايتن اللي هو اسمه اطلس. اطلس هرب من تارتوس اللي هو جهنم مال اليونانيين القديمه. اوكي هنا نقدر نسوي شيء، نقرا شوي بالله. The share of the بالله شنو the shrine of the fire states، هاي هنا لازم نفعلها. اوكي انا ما اعرف شلون المفروض اسوي لملعب قبل، لكن اعتقد عندي فكره. ها نايس، شغله سهله. اوكي لازم نعكس الضوء على الحصونه، وظهر الحصونه شكلها حينطلق من قبل. هلو، تم تفعيل شغلة هبلية. ها هنا اوكي راح نفعل هاي الأرضية. With the release of the fire steeds, Kratos was now in the hands of the beasts. And where they would take him, he did not know. As the steeds pulled Kratos away from the grip of Morpheus, they crossed into the underworld. But in the land of the dead, they could go no further, for these beings of light were not welcome in Hades. Kratos found himself on the very edge of Hades, the land where no mortal had set foot. Here, where the souls of the dead walk their fated path, Kratos knew that for him, this was merely the beginning. اوكي شباب، طبعا بعد ما شفتوا انه بعد ما نزلتنا الحصونه هشرح لكم الترجمه اللي صارت. قالت انه بما انه هيليوس آله الشمس هو آله النور، والحصونه مالته متكونه من النور، فما يقدر يستمر يبقى يمشي بالعالم السفلي اللي هو عالم هايديس، لان هايديس يعني عكس النور، هو آله الموت والظلام والدارك، يعني فهمتوني؟ آله الموت. وهذا وعرف طريقه انه بما انه دا يصير بهذا العالم اللي هو عالم الموتى واللي فيه بس ارواح، عرف كريتوس اللي دا يسويه هسه هو فقط البدايه وليس النهايه. وليس بداية النهاية، إنما هي بداية فقط.
يعني بعد قدامه راشد قدامه قيامة تطير بعد. لا 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 صدق سقف. لا 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 سقف سقف سقف. آه نايس نايسيون 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 جد حلو. هذا الجزء ما بي قول ياي ما بي أرواح يعني ما بعاني أرواح شنو أقصد يعني ما بي شلون بالله شلون أقولها ما بي الشيء اسمه أجنحة أكروس. تعرفون أكروس اللي بالجزء الثاني يطلع الجسر لما ياخذ ياخذ الأجنحة مالته خطيه وطاهره ويخليه يوقع جو القاع. اوه لك سرسرية. لا 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 يا ملعون لا يا سافل يا تافه زين كلب ملعون. حلو تم تطهيره. عاشت يدي الحلوة عاشت يدي الحلوة. لا 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 يا سرسري لا يا سرسري يا هتلي يا ابن الهتلي ازيك ازيك جماعة كل اوكي. ويوش كيف بس تلكبسة ما صايرة. فبما انه مثل ما قلت لكم ما قدرت تستمر اوش ما قدرت تستمر ال يعني الحصول يعني مكونة من النور وهاي هي هاي دي على هذه العالم السفلي الى قانون خاص بي. انا دا احاول اترجم لكم ترجمه مرتبه يعني شبهيه وعرف نفسه انه هو حيكون بين الموتى يعني ماكو ارواح الموتى لان ماكو هنا شيء اسمه احياء يعني. تعاي تعاي شنو قبر قبر بويا ايش احسن شو احسن؟ تبقى قام تحرك عمدة تتجمد؟ لا يا هتلية يا بنت الهتلية. والله لعن على ابوكم اليوم. والله لعن على ابوكم. وخر ثواني. لا. ها هيك هيك هيك. احرقكم حرق. احرقكم حرق. لحظة خل بيك 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 يا طابات طابات. اوكي اي تعال تعال جيت بوقتك. يلا 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 قبر 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 مداجم 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 قاعد جاي راسه بي ايش احسن دبسس انا دبس. هاي الحركات مال السرسريه ما اريدها عيب. شنو الاخلاق هاي؟ لا يا لا يا هتليه انت. تعال تعال جتب جتب وقتك. يلا بي 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 يلا اعطينا سحر اعطينا سحر بسرعة. شكرا افتح الباب عيط. يلا هذا اللي قدر عليه. قبري والله قبر. ذولا متجمدين لان مجمدتهم الحية. نايسيون نايسيون لم اعلم هذا شيء. اوكي والله العظيم اني هاي اول مره العبها فحالي حالكم يعني كل شيء ما اعرف نعرف الموضوع. عامل لي انت اوه شو 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 طلع 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 اوه طلع والهت لي الثنيان. افلت 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 شو 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 لا اهفك 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 هفك وراح اموت راح اموت راح اموت من القهر يلا اوكي كان المفروض افتح الصندوق بس انا دم ما عندي. اوه رجع لي دم قليل عشت ايدك هو هذا المطلوب. يلا تحول بسرعه افتح الصندوق عشت ايدك. يعني ليش تحرجوني بيك بيك دفرة هبل دفرة سبارتا هو سبارطي يعني جت فيت. اوكي لا 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 يا هتليون. اوكي خلصت كبسني. اوكي خلفلت انك انت الاخ روح البس ملابس داخليه بيها خير احسن ما اي قام قام يهف بالقاع صاير الهتلي. ثواني لازم كله من بعيد استلم ومتل مربع. لا 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 يا هتلي
ليش هيك ليش؟ اوكي الجوستك بس يرقص. اوه شيت يلا مو مشكله والله طهركم. اوه ذاك يريد تطهير يتدلل. اوكي بعد وحده تريد بعد وحده اي اوكي تدلل من عيوني. اوكي لا تعاد ايش ايش يسوي؟ ليش تهفني بالقاع وانا يعني كل ما في الامر اريد اخليها بعيونك؟ يعني ايش مسوي؟ بويا فوق ما مخليها بعيونه يدش هذا الشيء. يا الله لا يا هتلية. اوكي رحم الله والدين الفارسي المعفن، لو ما هو كان ما اخذنا طاقة العفريت المعفنة. خطيه فوق ما هو طاير. اوكي انهم من حرقه لو حتى نتاكد كل الزين انه سيموت موتة حلوة جميلة استقية. اوكي بس ثواني خليني اسوي التوقيت. لا يا هتلي يا ابن الهتلي، لا يا هتلي يا ابن الهتلي. ثواني سوينا التوقيت تعال. لا شيت. اوكي بس ده طفي. لا ايش احسن دفرت هبل. يلا نايس. انت شنو بتخصون؟ روح انت منا. اوه شيت عصب المعفن. اوكي ثواني هذا عصبني كلش المشكلة سحر واعد. تعال اوه مات. يلا ايش احسن حتى ملابس داخلية ما عدت، جايب لي خرقة ما ادري منين مخليها ما مسح. قطع يا حظي ضحكني. ها عيني عيطت؟ هذا اللي قدرك عليه؟ ها هي هذه شفت لا والله ما شفت. اوه من هنا لازم اشيل. قريبة اوكي هنا مبينة من الجبن الدليل شو اسمه؟ اوكي ساحرات مقز طيور فستقية. اوكي فلش دمي هذا فلشه لان اكو وراء صناديق مبينة لا اشوف الظلمة. افتح حبيبي افتح. ليش يا هتلي يا ابن الهتلي؟ تعال يمي ايش احسن؟ ناس بتجي الا بالدفرات. تعال لا وليش؟ نفس صايرتي. اوكي تحرك بعيد لان هاي اذا جمدتك تلاص بس تتجمد تلاص تكسر راسا. ادري بيش سرسرية انت ادري. اوه لا حرام. يلا مو مشكلة افتح خلنا ناخذ شوية شيء احمر جميل. افتح هذا ثاني. نايسيون اوه طورنا راح نتحول الى بيكاتشو راح يطول الدم مالتنا اكثر. يعني هو هذا المطلوب، هذا الشيء الفستقي المطلوب في هذا الموضوع الجميل. انت ليش خطيه يعني متجمد؟ ايش تتوقع يعني ترجع بعدين؟ ما ترجع. اوكي قبل ما اصعد على الدرج. اوه بس ثاني انا ما اعتقد راح احتاج ذاك اللي يسمونه الدم، الصور ما احتاجه لان انا مفول اصلا يعني. شيت لازم عبريهن من هنا. عبريهن شلون عبر يا حيا شباب؟ وهيك شلون عبر من هنا من هيك شو بالله؟ ما اعتقد هذا الاحمر بيفيد شيء. واو لا انا اقول منا الطريق بس لازم اعد اكمل شي يمنعني مدى يخليني شلون اعبر من هناك؟ اعتقد لازم ارجع. اوكي ارجع. نرجع ونشوف والله من هناك اكو شيء. اوه اكو من هناك.
اوه صندوقيون صندوقيون نايسيون. بس شلون راح ارجع منك؟ والله كأنه اني وقعت في الفخ يا شباب، اني اتصور وقعت في الفخ. شلون اعبر من هنا؟ لازم اكسر ذا يجوز اروح على هاي بالنص ابد. هذا الكتاب والله عرفتك فتشي لان شكله مو رائع. اوكي هذا منا، بس اعتقد شلون حيفيدنا، اعتقد شلون حيفيدنا، شلون اقصد شلون حيفيدنا يعني. احنا ناخذه. بس هذا عدم يودينا، بس ما راح يودينا على يعني. احنا خلنا نصعد فوق. يا مصدقين انتو، ما اريد الدم، مفول انا مفول. العب يا هبل، العب يا هبل. اوكي نزل نزل. هتلي قاعدين ينتظروني. بلكت ما يعبر قريب، بلكت ما يعبر. والله يضربنا الضرب. لك شنو الحركات هاي؟ شنو هاي الحركات؟ ناس يعني الا تريدني اهينها بالقوة والله. اوكي يلا هاي دفرة اول. يلا لك ليش هيجي؟ ليش ما اريد اذيك؟ بويا بويا سوى نصين. الناس تريد المسبة النفسة بالقوة. شلون اسوي؟ اوكي ما اعرف شو نسوي. خليك توقعها اصلا دري يقدر ينطب يعني يمكن. اوكي المكان هنا شوية فستقي دا احسه يعني، شوية جديد وليس عتيق. اوكي لقيت حائط مكسر. انها واضحة يا حبيبي، انا ما اقول لك واضحة. لا تفعل هذه الاشياء معي من جديد، ولا ساقوم بتطهيرك تطهيرا لن تتطهر منه من قبل. اوكي نايس نايس. اوكي وصلنا شجرة العوبة. بعد شنو؟ منها طريق ومنها طريق. والله شباب ده حسرة حرجع منها، عندي احساس مثل ما سواها قبل شوية بذاك المكان، هذاك البرج. طبعا هايديس احنا ما راح نحاربه، تدرون يعني ما راح نحاربه هسه الا بالجزء الثالث. فهالمره من نشوفها نطق له تحيه يعني. شكو؟ خير؟ سالمين؟ سالمين؟ هذول سهلين كلش. اوكي بس خلينا نقتل ذول المعفنين لان اصلا ذول انا ابوج من البق. اوكي اوكي تم تطهير الدرع مالته. لا 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 تلعب بالنار. حصلونا افرد. لا خلوني اركع، بس خلوني اركع انا اوريكم. مخرتي اضوج من الباك، قلت لك اضوج من الباك. ما هو بليل انتو. وويلي رجعنا بكفخة لم أكفخها من قبل، لم أكفخها هكذا كفخة من قبل يعني أبد، لم تحصل معي. أكفخ كفخة هكذا. لا لا شبعوني كفخات. لا 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 إنها حركات لا ليست شو اسمه. لا كبكت بطلعني. خوي اليوم ما تحرك تحرك. لا 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 احسن. ايش صار؟ والله العظيم عبال ارجع من نهايه اللعبه بس نايس. بعد واحد يتطهر و اوكي سوي هاي حركتك الجايفه. اوكي نايس. اوكي حركه اللخ، انت اذا تحفظ حركاتهم يصير تطويرهم شيء فستقي يعني،
لا بعد تسوي بعد بس لا تسويه تعرف دبسز تم تطهيره واروح اجتي بالباب اللي راح يفتح الان. شكرا. واويون ما هذا المكان الواو يعني واويون بالفصحى اشنو اكو ورا هذا الصندوق اكو ورا صندوق اوكي ماكو صندوق ورا انتو شوفوا دائما يعني سرعتكم روح رياضيه اشنو The gates of Hades. هاي أبواب Hades. The soul of the dead enter the realm of the underworld through the gates of Hades. الأرواح مال الموتى تمر خلال أبواب Hades. وHades مخلي نفسه الملك اللي عرفته مال المنطقة. ودي يعني في شغلات يعني لا يسوونه يسمونه إله هو يبيع باقي له بس يلا عادي. اليونانيين عندهم شغلات فستقية كلش. يلا. فوت منه ايدك تصير سبارطيون بارطيون اوكي ممكن صندوق ابد دور دور تذول هتليتون يضمون اماكن باماكن سريتون اوكي النيران الحمراء نايسيون ما كنا انا في شيء نقدر نكسره ابد اوكي دي يرحبون بي يقول لك احنا العرب نقول افرش لك القاع ذهب او شلون احنا نفرش لك القاع نار اوه حيحصرونا بين اوكي اهم شيء حنحصل ريشه عين اوف كورس يون حنحصل عين ليش لان الريشه حصلناها قبل قليل فلا يجب ان نحصل على نفس الاشياء مره اخرى لكن ما عاد كاتب اخي انت اللعبه كلش حلو بس ما حلو تعلق على الفيديو قلت له يعني اذا تريد اكو فيديو اكو تختيم بدون تعليق يعني ايش يسمونه او شيت العدش يسمونه تختيم عشان والله كومنتري لان يعني هذا واحد يعلق يلعب ويعلق حتى يخلي الناس تحصل وقت جميل اوش وفوقها شس شنو اوكي احنا اكثر شيء نبوج من الباك نقتل الباك ما اسمي طيور لان امدح بيه اذا سميته طيور يعني امدحه وانا ما اريد امدح هذول شيت اخر هالحركة من بين مالتهم اوكي اهم شيء ارجع راح اسوي حركة مالتي هاي تستقيم لا تم تطهيره والله وذاك مطر اوكي هذاكم تاخذوا كبسة عفريتية كبسة هبل يلا بعد نسوي يلا لا 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 اليوم عسك لا 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 اوكي عسك لا يا هتلي يا ابني الهتلي تعال بعد ما سوي لا سوي لا بعد ما سوي ليك تسوي اوكي بعد شتيون اوكي اخذنا هذه الاماكن الفستقيه هذا كل اللي قدرتوا عليه من الله يطيحها هنا انه يشتغل عندهم هاي غريتوس يعني اذا تذكرون من حكاوي It is not yet your time, mortal.
ايوه ال اوه اوه ليش ما سمعت كلامه طلعت يا كريتوس؟ بس اقول لك لا عيب بحقنا يعني. شنو ليش يجعدك سلاح طويل وانا ما عندي؟ انا سلاحي قصير. لك هتليون افتهمت اصدد اصدد مو اقول لك ساعلسك والله لك هتليون لا والله ما علسنا بس اوكي هاي الحركات بعد لسويها لما اقول لك لا تفعل هذه الحركات الجايفه مو اقول لك لا تفعل هذه الحركات لماذا تريد ان اطيح حظك يعني ليش ليش تسوي هاي الحركات ليش انت مو تقول اني يعني قدر مشترك عندنا قدر مال تمن يعني جدر ما تم عندنا قدر مشترك انه اثنيناتنا الالهات ما ريحونا من عذابنا اللي هو بالجحيم اللي هو تايتوس تريتوس تريتوس اوكي ايش راح اسوي المره اوكي هاي فاتت لافت اوكي بعد اسويها شو شلون يمشي تقول صاعد على هاي الجهاز هذا ما كل يخلي واحد يمشي الله هذا الجهاز اللي مثل البيتارات اثنين وعبالك واحد قاعد مثل شبح ما اعرف ليش ده تحرج نفسك وياه ليش ده تحرج نفسك اوكي انا اعتقد تطهيرك راح يصير شوي اصعب مما اتوقع اوكي انا اتوقع اني ما اقدر اصدهن لان لو اصدهن يعني تصير شغله سهله لما اقول لك انها حركات فستقيه اوكي صار لك ساعه تهمبل علي واني وليس وقتك حان هسه راح اسويك ذبان اصبر لي ليس وقتك حان وما اعرف شنو ما اعرف عبالك باليه دا يلعب مو دا يشمر سجاجي هذا قدرت عليه الله يطيح حظك يا الله شكبرك ايش قدك اللي بقدك صاير شيخ مال شو اسمه اوكي ماشي شي خلت مهبليتهم ماشي شو يسوي شباب طهرني لقد اخترت ما تكفي الطريق اللي تريده شبح اسبارتا كرمى تطهيره بشعره وما قال ايش بس قال شبح اسبارتا بس شباب انا متت وذهبت الى العالم السفلي لو متت ورحت العالم السفلي بشرفي هاي منو اوه اقول لك ليش قاعد هنا مو على ايدك تروح تموتين حتى شنو لا بشرفي هاي اماكن تدربيها تفاجأت هسه انه هيجي اموت وهاي اعتبر اقصد يعني انا هيجي اموت وهذا يقتلني بس رجع دمه لما استطاع ان افعله اذني ملفوفات ديليفري اوكي بس يا راد الدم اعذروني ايتها الارواح المعذبه انما كل ما اردته ان اطهركم قليلا الله كله حاتات ماكو ولد ابد ليش لان هاي ملفوفه ديليفري شوفها تقول لفه شاورما شو تسوي ميتة الدين هذا شو تسوي بروحك انت تقول لي طيني دمك ايش تسوي دين اوكي الظاهر لازم افلش لين شغلاتي اوكي هاي ما اقدر افلشها انا اذا اشوف اذا زنجيل اشوفه افلش واحرقه له شوفوا ذو هم انت يعني عادي ما خلصنا منك وميت ما خلصنا بعد لسه سويها اوكي بس دول جماعتكم اللي هتلي الورا دي يشمروا نفسهم وانا ما احب هيك الشغل احرق ابهاتكم والله اوكي احنا الظاهر لازم نلقانا طريقة لان هذا المعفن كلش قوي انا عبالي سهيل وشوف تطهيره جميل ترى طلع يسوي روحه او جريد ما شنو حركات يسوي في استقلال اقول لك ليش تضوجني ما ادري يعني
والله هتلية ثم انتم ثواني. تعال تعال هنا تعال هنا تعال تعال بطلع طلع بطلع باب المدرسة عمود احرق ابهاتكم والله. نعل نعل تعال تعال اليوم ابهاتكم احرقها. اوكي ثواني اوكي اوكي لا يا هتليون اخي شنو صاير هنا قوي هتلي لا شنو الحركات هاي بشرفك. اوكي 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 لك صد الضربه لا تفشلنا قدام اوكي هاي الدليفري من رخصتكم. اوكي اوكي هاي مين مرخصتش يعني انتوا قاعدين ويمكم الحاتات وملتين تتعاركون وياي سرسريه. تعال تلاخ انت التهمين شكرا. اللي بعده يعني ما ادري ليش هيك سرسريه ولا اعلم والله لا اعلم. هذا شنو بابا يتكسر نايس. او شنو هذول يرسبنون ما شاء الله التلاخ. بعدك وبعد بكم خير يطلع. لماذا هذه حركات التعبان اللاكفطين يعني لا يدعرف. اوكي لنذهب ونخرج من عالم الموتى. Here where the souls of the wicked are tortured in the pits of Tartarus. Wailing and agony of the damned resonated deep throughout the bowels of the underworld. هنا يسكن ارواح ارواح السحرة والمشعوذين. اوكي سيون ايش ما اشلع جناحات ايش مو احسن انها اجناح. اوكي هاي هاي الطيور متطورين بكاتشهم ما تقول عبالك. اوكي باع ما يخلونا نلقفهم ويا تعوي تعطيني بوسه تعطيني بوسه 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 شو واحد بس بوسه 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 لا ما يعطون بوسات. اوكي ما اريد بوسات ثاني بالجمله كثير احسن. بالجملة ليش هيجي انتو هتليتون لا اعلمون. اوكي تدللون بالجملة حق مقتل والله العظيم تدللون من عيوني. باعوا هيجي بالجملة بعدين هيجي بعدين هيجي بعدين اسوي لهم هيجي 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 اها 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 بعد بعدين يريد ياكليهم ياكليهم شو اقصد هذول الطيور اللي كنت اقول عليهم شو اسمه طوروا يقولون يا عمي. اوكي بعد وحده معفنة تعال خلص هذول يلا كل من يروح لبيتهم يلا تم من يروح لبيتهم يلا. وانا هذا بدا اعرف دافلش ايش دي يسوي يعني راح يوقع الاسس مثلا ها يمكن هاي الزناجيل اللي توقع اللي تخربط التوازن يجوز مال ال اذا ما افتهمت شيء ثاني اخبرتني به انه هذه العوبه المؤره اللي تحكي باللعبه ما ادري ايش قالت. قالت شو اسمه اوه رجعت نفس المكان نايسين نايسين. اوكي المهم نكمل طريقنا الى الامام وذاك المكان اللي شو يسمونه الفستقي. اوكي لازم نكسر الزناجيل انا اقول بطريقة كلهم يعني هاي مثل البالانس او هيك شيء. هلا شكرا شكرا. بعد من يريد شو اسمه من يريد يموت خطيه وشماله يعني معلقيها بوضعيه دليفريه خطيه يعني قهروني. اوكي ما اعتقد هالزناجيل تاثر شو اتوقع ما تاثر. افتح الباب لا يسوك باتشي. ما هذا المكان الجميل. واويون ما هذا يعني واو ليش تحرق تريد ناس مط هبل هسه استغفر الله. يلا دولي دولي دولي. اوكي كله بالدائره اليوم لان انتم ما تستحقون تعب نفسي. باكر باكر يلا عيني اللي يريد تعال هلا بيه
باتشي من عالم السفلي، لا تلعب بالنار ترى احرق خالد خالتك. يلا اهم شيء السيفين عدوان صاير لوتي. يلا يلا دورو، انت تريد امين شويه ما عندي وانا. تعال قال شو ترجع لي ورا، تعال لا لا ترجع لي ورا، لا 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 ليش ترجع انت دفرتين وباتشي ما اعرف لماذا يحدث هذا الشيء كل يوم، ليش هيك يحدث هذا الشيء كل يوم. اوكي احرق اهلك عمود سير باكر مشويه. نايسيون بعد منه اكو واحد عنده حركات في استقيره يسويها. لا ما حزرت يا هتليون يا لدول. اوكي افتح شو اسمه، انا عندي اهم شيء صراحه احيانا السحر اشوف الضوء قاعد يطلع شو اسمه جتحة. او هاي الزنجي ما يريد انكسر اكيد يعني مبينة شغلة، لا نريد تكسير الزناجيل حتى لا نقع في الاسفل. لا تضرب بالنار. اوه هم يصعد ادري شاذي انت ازل زل كل. اوكي لا يا هتليون لا يا هتليون انت شفتوا الناس شو تسوي؟ الناس تريد تنعلس كل يوم. اوه انها طيور الفستق ما اعرف يعني الناس تتحول طيور بعدين يصيرون ذبان بعدين بالعالم السفلي يتغيرون ادري شنو اللعب النفس هذا. تعال لج والله العظيم اورمج هاي شنو الحركة هاي؟ هاي فرحانة قلت لامك هجمت عليك قلت بس بعدين طهرني. اشتغل اشتغل السحر اشتغل السحارات وما السحور اشتغل. هاي شنو افلت 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 راح اصير باكر. لا باكر راح اصير عمود تمثال يخلونه بالمتحف. اوكي لا لا يا هتلي يا ابني الهتلي لا لك ليش يجي ليش السحارات هاي بكل مكان. اوكي اوه ادري ما خلص الباتريات ما تيجي السالفه باع الباتريات ما تخلص يا الله شو السالفة هاي؟ استغفر الله العظيم. اوكي تعال تعال تتعايش قد ما تلحين تعال دود بي بي يلا يلا طلع لنا راسي طلع لنا راسي سوي باكر باكر شكرا لك نلتقي بعد الفاصل. هسه شو نسوي حبيبي؟ نقوي السلاح الفستقي الذي لدينا. نقدر نطوره نقدر نطوره. هسه اعتقد راح يصير ماكس. نايس توقعت حيصير ماكس. هذا شنو؟ هيليوس فلاش هذا فلاش. بعد هذا شنو؟ هذا دايمن هذا العفريت وهذا إذن هذا شنو؟ ريبرت فاير؟ ها هاي ها هذا هيليوس فلاش اوف اوفنسيف وهذا ريبرت فلاش ما دافتي يمشي منه بس يلا غلس هذا اعتقد الطوبة اللي تطلع اللي اخذتها يعني الطوبة النارية وذاك الدرع يمكن مو اقدر اطور عشي لو اتخلص فونا ها هذا يطور يلا عادي عادي طور صدقتي بس نايسيون او هذا صغير صغير بسرعه يتطور بعد شنو عندنا نطوره تطويرا سريعا في استقيون لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد اوكي نخلص اكو تماثيل اثنين عندنا اوه باعوا هذا تمثال اوكي تمثال شو اسمه المعفن ما ادري شو يسمونه اوكي نايس
اوكي اوكي بس اريد اصعد طب وراك حتى اخذ السمونه الصندوق وراك الخاطر هبل لا يا هبليون لا يا هبليون انت تعال هايدي استعان اوكي لا يسيون هذا شنو هذا شنو ايش راح يصير هسه اوكي بس بشرفك يون خليني اطب لك خليني اخذ الهبل هذا بيسايدون المعفن اوكي وهذا هايدي سيلثويل وذاك تاج راس محامي عرضهم زيوس اوه بعد انهم واضعين الصندوق بعيدا حتى يتعبون رجلين قريتوسيون اوكي مش مشكله شيل القلب خلي الكلى واني ما قدرت اعبر اعذروني اوكي شو السبعات ما دخلني اوه لا راح الصندوق يلا عذرونيون شباب عذرونيون عذروني يعني ما استطع اخذ صندوق المفروض اعتقد قبل ما اوكي تقدر كسرت سهلة اوه لا مو سهلة يراد اوه شو شنو المطي شنو الثور هذا